دايما يجيني سؤال ليه بتعزف، دايما اجاوب ليه بتتنفس. بالنسبة لي العزف والموسيقى هي حاجة يومية، مثل الحاجة للأكل والشرب والنوم، هي غذاء للروح. حبيت الموسيقى، تعلقت بها أكثر وحبيت أتعلمها لما اكتشفت أن لها قدرة عجيبة على شفائي. تعلمت كله تعليم ذاتي، عزفت معزوفات كثيرة، معزوفات مشهورة لأكبر العازفين الحاليين المعاصرين والسابقين، وأيضا لي بعض المؤلفات الخاصة. الموسيقى هي ترجمة مباشرة للمشاعر، واللي أحيانا تكون على شكل خوف، فرح، سعادة أو حتى حزن. لما بعزف بحس إني خارج الزمان والمكان، لي أجنحة بتاخذني بعيد يعني نحو السماء. الموسيقى تساعدني على الخيال والتأمل. احنا نحتاج للجلسات ووقفات من التأمل بعيد عن صخب الحياة السريعة اللي نعيشها حاليا. أطمع على نشر ثقافة الموسيقى أكثر معنا في المملكة، وأحد أحلامي أني بعزف في مسارح عالمية مثل مسرح إثراء بالمنطقة الشرقية.